على مستواك الشخصي انت تحل في خانه يعني كان فيها احد رموز الكره السعوديه في محور كاس سعود كاريري، عليك حمل جمال في ضغوطات في ظل الظروف اللي مر فيها الاتحاد، مباريات هامه، تعيش ضغوط اوقات المباراه جمال في 90 دقيقه؟ والله صراحه شوف كان عندنا كابتن المنتخب السعودي يعني ما شاء الله تبارك الله سعود كاريري، صعب انه الواحد يغطي محله بعد ما يروح، ولكن الحمد لله قبل ما يمشي قدرت اتعلم منه الكثير. الحمد لله من اكثر الاشياء اللي علمني هي انه لا يهمك عدد الجمهور اللي حوالينك زي كذا، فقط ركز في الملعب. والحمد لله يعني محاول اني امشي على نصايحه والحمد لله يعني. استمتعت بالاجواء اليوم الجماهيريه كاول ديربي تلعبه اليوم؟ صراحه انبسطت من الجمهور الاتحادي، حضروا بعدد ممتاز ما شاء الله تبارك الله. ونقول لهم معليش على الهزيمه ولكن ان شاء الله نقدم مستويات افضل في المستقبل. مالك توفيق. وبسرعة يجيني ويروي حنيني واتونس انا معاه.